3 خطوف واحد. من خمس سنين سمعنا ان 90,000 شركة ومصنع مصري كانهم تعثر والقروض بتاعتهم ما اتدفعتش، ما تم الوفاء والدفع للبنوك والحاجات دي. طبعا دي بتظهر ان في مشكلة بناء لجدوى اقتصادية تنافسية للشركات المصرية، فهيتعمل لجنة تقصي الحقائق بيشترك فيها كبار العقول المصريين من الناحية المهندسيين واقتصاديين وتجاريين، بحيث انهم يعرفوا يحددوا ايه المشاكل اللي بتواجهها الشركات المصرية من حيث التنافس دي، علشان يعني مصر الدولة الوحيدة اعتقد في الوحيدة في العالم اللي بتدعم شركاتها في الاستيراد، لما بيصدروا بيدولهم دعم، لما بيستوردوا بيدولهم دعم. فطبعا في الوضع العالمي الجديد ان الشركات لازم يكون لها حياة مستقلة ومقدرة تنافسية، فلازم لجنة تقاس الحال لتحديد دي ازاي هنبني شركتنا من جديد او نصلح اللي موجود. الناحية التانية اللي هو لجنة تقاس الحال لمعرفة المشاكل والسيولة وكل الأشياء للنظام المالي اللي هو القلب أي نظام اقتصادي موجود، اللي هو النظام البنكي والمالي بتاعه. فبنعمل لجنة قصر الحقائق إيه المشاكل اللي كانت موجودة فيه وإزاي تحسينها وإعادة هيكلتها، بحيث إن القطاع العام بيعيد هيكلته تحت رقابة الشعب مباشرة والمنظمات غير الربحية اللي هتتعمل. فبكده بنحل مشاكل كبيرة اللي هي موجودة، اللي هي القطاع العام اللي موجود. في نفس الوقت الدولة بيكون جهاز إداري مبسط دوره محدد وعارف انه في خدمة الشعب، يعني الطلبات المحددة منه من الشعب اللي هو صحته، تعليمه، الضمانات الاجتماعية، بتاع ده هو المرافق والبنية التحتية. فكلمة السلطة انك تبيع شركة او تدي او تمنح فلان او تدي اعلان دي ما بتكونش عند موظف الدولة حتى لو رئيس جمهورية. فبكده بيكون الوضع الديمقراطي على أساس سليم، إن الشعب هو صاحب السلطة، وإن عضو مجلس الشعب أو أي جهاز تشريعي بيكون له إمكانياته ودراسته زي ما بنشوف في البلاد المتقدمة. شكرا.